كيفكم؟ أتمنى تكونوا بخير إن شاء الله. راح أبدأ قراءة لبرج القوس. راح نشوف شو راح يطلع لك يا برج القوس. راح أتحدث عن الحبيب، مشاعره ونواياه، يعني هالقراءة راح تكون قراءة عاطفية. وراح أتحدث كذلك عن العزاب، الأشخاص اللي عم ينتظروا قدوم شخص جديد بحياتهم، راح نكشف كذلك عنهم بهذه القراءة. راح نشوف شو راح يطلع لك يا برج القوس. يعني كيف العادة وكيف ما عودت تكون القراءة تقبل أن تكون عكسية، وكذلك القراءة تنطبق على البرج الشمسي والقمري والطالع. شوف أي قراءة تنطبق عليك أكثر واسمع لها. ويعني ما تنسوا تعملوا لي لايك وسبسكرايب لقناتي وتدعموني. عم يطلع لك يا برج القوس بهذا الشهر كأنه بدأت يعني تنجح بمجال العمل، وعم شوف في نوع من الاستقرار المادي لك يا برج القوس. ممكن بدأت عمل، بدأت بتحس انه شوي الامور العملية عم تأتي ثمارها معك، وممكن حتى او يعني انا عم شوف انه الموضوع العملي جيد بالنسبة لإلك، بس موضوع الحب شوي فيه خسارات أكثر من الموضوع العملي. عم شوف كذلك يعني الحبيب حاليا كأنه إذا كنتوا مبتعدين عن بعض، عم شوف الحبيب عم ينتظرك وعم يفكر فيك بشدة، عم يراقبك من بعيد، عم شوف في نوع من المراقبة وعم ينتظر أن تبعث له مسج أو تحكي معه. كذلك عم شوفك على أنه أنت يا برج القوس عم تحس أنه كانت في خيانة من طرف الحبيب، ما عم تحسه كأنه كان صادق معك، كأنه كل الأشياء اللي بنيتها أو السعادة اللي كنت عم تبنيها وعم تحلم فيها ما كانت صادقة، كان فيها نوع من الكذب، وهيك انت بتحس يا برج القوس. عم شوف انه كأنه عم تلوم الشريك على انه ما كان في نوع من الصدق بالعلاقة وما كان فيه نوع من التوازن. للناس المتزوجين وبيعرفوا انه متزوج من شريكة تانية، كأنه انت تشوفي انه ما كان في عدل بينك وبين المرأة الأخرى بحياته. كذلك عم يشعر الشريك الآخر أنه محتاج لك، أنه أنت كنت عم تمده بالقوة وبالطاقة، كانت علاقتك فيه يعني علاقة جيدة، بس هو عم يفتقد هذا الشيء. لهيك هو عم شوفه عم يراقبك من بعيد، عم يتجسس عليك، بتذكر الأيام الحلوة لما بتكونوا مع بعض، بس أنا عم شوفه عم يقاوم، في مقاومة من طرفه لنسيانك، لعدم الحكي معك، عشان يبين على أنه شخصية هيك عندك كرامة. يقاوم الحب كتير. عم شوف إذا الطاقات اللي عم تطلع عندي برج الأسد، برج الحوت، وكذلك كل الأبراج وكل الطاقات عم يطلع، الأبراج المائية، الأبراج الهوائية والترابية، وحتى النارية عم تطلع. أوكي. كذلك عم شوف على انه شوف انت يا برج القوس عم تشوفه على انه هالشخص متلاعب. اشياء سلبية اللي عم تشوفها بالانسان، ممكن انسان بحب ينوع، بحب يغير، ممكن مش ثابت معك، ممكن كذلك العلاقة كانت عنده إشكالية إنه كل مرة بتروحوا وترجعوا لبعض. عم شوف كذلك لأنه عم يطلع لي The World،
لو ورقة الأشياء اللي ما عم تحبها أنت، بس الأشياء اللي بتحبها فيه عم شوف على أنه هالخسارة اللي خسرته في هذا الوقت علمتك كتير أشياء، جددت فيك شيء لم تعرفه من قبل، كأنه غيرت فيك شيء، في موت شيء وبداية شيء جديد، كأنه تعلمت كيف يعني تتعامل مع المواقف بالحياة، تعلمت كتير دروس بالحياة، تغيرت أنت يا برج القوس من هذه العلاقة، كأنه هذه العلاقة كانت علاقة علمتك كتير دروس بالحياة. أنا الشيء اللي ما بشوفها فيه ما بحبها فيك على أنه أنت شخص هيك شخص متغير، مع مش عم يعني بيفهمك، وشخص حالم كتير، بحس انه شخص حالم منك واقعي، وشخص متغير بنسبة كبيرة وبتتغير، ويعني هو بالنسبة لإله مش مبرر هذا التغير، بس بالنسبة لإلك لأنه في كتير أشياء أرهقتك من هذا الشريك لهيك أنت تغيرت، وممكن حاليا قافل باب الحوار كليا، هيك عم يطلع عندي، وعم شوف على انه بحب فيك على انه شخص بتحب العمل، بهمك الموضوع العملي والنجاح العملي، منك شخص فقط تهتم بالعلاقات والحب، شخص بهمه انه يكون ناجح وعنده اهتمامات تانية. اما حاليا عم شوفك يا برج القوس انا انه انت مليت من هذه العلاقة، ومليت حتى من معاملات الشريك لإلك، لهيك عم شوف نيتك شوي كأنه واخد الأمور على قلبك، وممكن إذا حكى معك ممكن تعطيه كلام قاسي، لأنه كأنه مليت من هذه العلاقة، لأنه شفت كأنه لا تجدي نفعا معك. اوكي، كذلك هو عم شوفه ناوي انه يرجع لإلك، ناوي يكمل معك، مش عايز يبتعد عنك، محتفظ بحبك ولساته عم يفكر فيه، ممكن حاليا عم يقاوم اشتياقه لإلك، ويقاوم حبه لإلك، وعدم يعني ما بده يحكي معك، يجي لعندك ويحكي، بس انا بشوف على انه يريد الرجوع اليك، يريد تسوية الامور معك. الى ما ستؤول علاقتكما او مستقبل العلاقة؟ انا عم شوف انه ممكن تسامح الشخص، لانه عم شوف Six of Pentacles، يعني انت شخص قلبك كبير وعم تسامح، وممكن تعطيه فرصة لهالإنسان، عم شوف في نوع من المسامحة من طرفك، وكأنه في نوع من كأنه بيطلب السموح والغفران منك يا برج القوس، وعم شوف في نوع من المسامحة ونوع من من الرجوع للحبيب. اوكي، رح تسامحه لهالإنسان بالرغم من انه اذاك كتير، ايه رح تنسى الانتقام ورح ترجع لبعض، عم شوف هيك عم يطلع لي. كذلك عم شوف خاصة للناس العزاب، الناس اللي عم ينتظروا قدوم شخص، ما عم شوف حاليا انه في علاقة حب بهذه السنة، عم شوف كأنه انت افكارك في نوع كتير من الافكار السلبية براسك يا عزيز برج القوس، عم شوفكم عم تفكروا بكتير اشياء، في اكثر في كتير اشياء عم تشغل بالكم، في نوع من التفكير ونوع من اخذ وقت للنفس، ونوع من لأنه في كتير أفكار عم تجي ببالكم، ممكن تهتمون للعمل بالفترة الحالية،
وكذلك الحب شاغل بالكم، بس ما عم شوف في قدوم شخص بهذا الوقت. ممكن الورق أو نصيحة أشخاص العزاب أنه يهتموا بمجال عملهم أكثر، يهتموا بمجالات أخرى من غير الحب، لأنه بهذا الشهر ما عم شوف في قدوم شخص جديد بحياتكم. أما للناس اللي مرتبطين فأنا بشوف أن الشريك ممكن لساته عم يحبك، بالرغم من أنه أنت مليت روتين هالعلاقة، مليت يعني الوتيرة اللي عم تمشي فيها هذه العلاقة. بدك يا يتغير الشخص يا إما يبتعد عنك. هيك أنا عم شوف بقراءتك يا برج القوس. أوبس. عم شوف انه الورقة تبعت طلعت انه في نوع من الغموض وفي نوع من يعني الصمت حاليا. كمان بيقول لك بي سترونج، يعني بيقول لك انه انت اقوى مما تظن، وانه انه هالقوة رح تجلب لك سعادة فيما بعد. اوكي، يعني يكون قوي فقط، يعني ما حتى لو اشتقت للحبيب، حتى لو كان كتير اشياء عم ترهقك بالفترة الحالية، ما ترجع لهالشخص. كون قوي وكون انسان قوي، رح يعني الامور رح تنعدل بطريقة جميلة. كمان انا عم شوف في نوع من يعني في نوع من الغموض او في نوع من الصمت الحاد بينك وبين الشخص الاخر. كذلك عم شوف اهتمامك بالأعمال بنسبة كبيرة، حتى للعزاب عم شوف هذا الموضوع. بيقول لك انه كل الأشياء رح يعني رح تنعدل بشيء بشكل جيد. فقط انظر للماضي لتتعلم بالمستقبل. اوكي، كمان هيدي كأنه ورق العدالة، انه الاشياء ستنعدل بشكل جيد لإلك يا برج القوس. بتمنى لكم يا برج القوس كل الخير والمسرات. وما تنسوا تعملوا لي لايك وسبسكرايب لقناتي، وشكرا لكم.